كنت تخبسي بس افطوري اليوم مستنيو في الباب بدقيقة والدرج لبلابي حاطيت الحمص على نار جويدة شو جويدة ليلي ما عادش بها ريت ما يبقبقش تاب بريسك الحمص انا شنو نزيدو. بالنسبة للعظم بعد ما يغلي الماء نحطو 3 دقائق باش يجيني معناتها نحبو هذيك كي نكسرو الرق يجي معايا فوالا 1 2 3